مشاهدينا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من المزح نص جاد عبر قناه الان اللي ما بيلحق يحضر الحلقه على التلفزيون بيحمل لايك اند سبسكرايب على تشانل قناه الان على يوتيوب يرجع بيحضر الحلقه الحلقه بتكون عاده مع ضيف وليلتنا اليوم مع ضيفه ضيفه صاحبه اداء مبهر وصاحبه موهبه فريده من نوع عندها موهب اخرى الى جانب الغناء مثل الكتابه والتلحين لفتت نظر العالم العربي كله بتخرجها عام 2015 كاولى ببرنامج ذا فويس الليله رح تتعرض تحديات كثيره واسئله تزركها بالزاويه رح نطلع منها سكوبات باذن الله اليوم مقاطع تنتشر على السوشيال ميديا مثل ما بتنتشر اغانيها تابعولها واغاني اللي بتغنيهم لغيرها ويمكن ايام بيشكلوا لها مشاكل قدام باقي الفنانين بدنا نستقبل اليوم الفريده من نوعها نداء شراره روح قال ما بدو يحكيني واه شو عايشة قال متغير والقسوة هلا بلشة جيت أحكيت وقال لي شو رأيك الليلة عزم عينيكي على عشا طيب وقف لي هالحركات منن إلك كل مرة بتزعل قلبي وبتحملك إذا بتعيدا يمكن جنو يا ويلي يا ويلي يمكن بقتلك بس يقبرني بس يقبرني بس يقبرني هتطلي رداء شرارة ويقبرني هالمقابلة اليوم شو هالحظ الحلو أن تكون بكل برنامج لإلي أنا يكون إلك قرص ويكون إلك حضور ويكون إلك حلقة ويكون إلك صوت رائع بس عملت هيك حركتين بالغنية بس يقبرني نقلتينا على مكان آخر غنيتك الجديدة هاي؟ لا هاي نازلة صار لها فترة اغنيتي الجديدة بعد شوي بنغنيها ما انا كنت ناطر عم بسألك لأعرف لا أعرف أي متى نازل نازل اغنيتك الجديدة اليوم رح تسمعينا اياها نداء كيفك؟ منيحة <applause> <applause> شو شو الأخ نداء سؤال الغنية بال بال باللهجة اللبنانية نداء وين يعني نداء فنانة آخر شيء أردنية ولكن لليوم بعد ما غنيت الأردن غنيته بس إنه ما غنيت الأردن يعني دائما بتشكلي هاي اللبنانية اه لا غنيت التراث الاردني اخر شيء كنت عملت اغنيه ست البنات مم. تمام بالتراث الاردني هي لحنة العروس الاردنيه وغنيتها ب بحفل حناء سمو الامير مزبوط. حسين بن عبد الله الثاني وكمان يعني عم بشتغل على الاغنيه الاردنيه بنفس الوقت عم بعمل اغاني بال هاي, هاي كتابه وائل بس يقبرني هاي يعني صلها شيء قديمه قديمه يا يعني هي كلمات تيم ألحان وتوزيع جان ماري رياشي أوكي يعني هاي تعود إلى فترة التعاون ما بينك وبين جان بين جمالك. أستاذ جمالك. خلص التعاون؟ هلا ك ك كرسمي امبلا خلص بس يعني بعدنا عم نشتغل مع بعض اغاني وهيك اوكي على علاقه جيده انتم يعني اه طبعا كده. على علاقه جيده طيب شو رايك نحن نبلش نحكي, نحكي نحن وياك لانه قلنا بالمقدمه اشياء رح نحكي عنها بالحلقه اليوم بلش انا وياك خلينا بالجد لانه اول شيء نبلش الحلقه بالجد أوكي. خلينا بالجد ابو الناج <applause> نداء ما في مقابله طلعت فيها الا ما كان دائما السؤال موجود يعني سؤال آه. السؤال موجود وبدنا نرجع للبدايات وبرنامج ذا فويس واحلى صوت وكل هول الأساس اول شيء هيك بكلمه صغيره شو احلى وابشع ذكرى بتحمليهم من هيدي الفتره احلى إيه ذكرى شو كانت تتويجك إيه احلى ذكرى انه انا يعني يعني اول مره كنت عم بغني والناس عم تسمع صوتي يمكن هاي احلى ذكرى ابشع ذكرى انه إيه انه انا هلا ما بقدر ارجع لذا فويس احضره بصراحه لانه خيي كان معي بمرحله ذا فويس والله يرحمه هلا يعني اوه فهو كل ما برجع بحضر ذا فويس بتذكر انه كان معي خيي يعني خي بالحلقه بالنسبه لك اليوم هيدي بالضبط عم بشوفه بين الجمهور فما فما يعني مو قادره احضر ذا فويس فحتى على السوشيال ميديا عندي شلت كل شيء بيتعلق بذا فويس اوف هذا كان السبب مش انه انت بتندمي لانه في ناس قالوا شو نداء لا بتندم على هذيك مرة لا 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 بس شلت لانه هي بتشوف احيانا الذكريات الحلوه بتصير بشعه بس نخسر اشخاص أكيد. فيها اكيد خساره الاشخاص اسال يعني اصعب شيء بالضبط الله لا يجرب حدا يعني طيب شاركتي بالبرنامج بوقتها بدعم من, و... من والدتك و... وجدك واحد اعمامك ومعارضه والدك بوقتها لا هو شوف احكي لك على شغله آه بدايه اول ما دخلت بالفن يعني كان الموضوع شوي مختلف م. كنت مدرسه والموضوع جديد يعني على على يا الله رجعتني زمان لا, لا أنا عم تنقل لانه يعني اكيد بدي أفهمك كنت مدرسه يعني من مدرسه لمغنيه يعني اثنين كثيرين صح اه كثير كثير مختلفين فيمكن تصوري تصوري لو انت ما فتتي على قد كنا الصوت معقول يعني انت مثل أنت واحد خلق يكون بالفن هذا الصوت كيف ما شافوه الا بالفن كيف شافوكي مدرسه اصلا من الاساس انا مج... بعدين انت كثير مهضومه لتكوني مدرسه مش يعني المدرسه لا <applause> مش يعني المدرسة مش قاسية انت في حكوا لي لا لا مش مش وحتى المدرسات مش قاسيين بس آه يعني كان في كان في دعم من يعني كان في دعم بشكل معين وكمان كان في خلينا نقول مش رفض اللي هو عدم تشجيع عادة لا أو بعدين 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 قبلت اه بعدين خلص لانه انا يعني فرضت عليه امر واقع آه لا مش فرضت عليه الفكره انه انا قعدت انا وياه وتفاهمنا بالموضوع وقلت له انا يعني مش عم بعمل شيء هيك طبعا طيب سؤال ذا <applause> فويس ما كان اول برنامج مواهب إليك لا انا قبليه شاركت بمهرجان اردني مهرجان من اردنية لا ما نجحت اوف <applause> كيف وقتها ما نجحتي؟ ما نجحت يمكن ما كان صوتك مش يعني يعني هل تدربتي ما بين هيدا المهرجان وذا فويس تدربتي؟ لا ابدا يعني نفس الصوت خسرتي فيه يعني هون ربحتي فيه انا ما كنت بعرف انه صوتي حلو هالقد شو؟ قلتي؟ والله العظيم ما كنت بعرف ما كنت تعرف انه صوتي لا ما كنت بعرف جدي كان يضل يقول لي انت صوتك مختلف بس 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 جدي بس هو كان يضل يقول لي لانه بحب ام كلثوم وكنت دائما بغني له ام كلثوم ايه. فدائما يقول لي صوتك مختلف صوتك في شيء مختلف صوت بس مثلا انا كنت هيك اخجل يعني او حتى اوقف قدام المرايه اقول لو رحت على برنامج هل راح يوافقوا علي ولا لا كان عندي هذا الشك اول مره خسرتي بسبب خجلك ولا بسبب انه كان في ناس احسن منك بصراحه أه لا ما بعرف ليش خسرت بس انا ما ركزتش فيها هاي المرحله يعني اه كنت بوقتها يعني ذا فويس كانت عن جد عم تحطي فيه اه يعني هذاك ما كان يعني عادي كنت مشاركه كان هاوي قلت يعني اليوم الغناء اليوم الغناء مهنتك ولا بعدها هوايتك <applause> لا مهنة مهنة بتعمل منها مصاري؟ الحمد لله يعني يعني ولا ما كتير ولا كيف ولا شو؟ يعني نوعا ما نوعا ما أكثر شيء أكثر شيء بتشتغلي أكثر شيء بتشتغلي حفلات خاصة أنت مش هيك نداء؟ أه بشتغل حفلات بشتغل مهرجانات وبعمل عراسه. وبكتب وبلحن كمان أو بتاخدي حقه زفات وأشياء أه طبعًا مم. طيب نداء تاني سؤال دائمًا بتنسألي عنه بكل المقابلات الحجاب الحجاب طبعًا طب <applause> طب طيب وهل يخفى القمر؟ يعني هل يخفى القمر؟ تفصيل هالقد بشكل جزء من مظهرك الخارجي مش معقول ما تنسألي عنه آه يعني أنا يمكن مقابلك ثلاث مرات هذه المرة الثالثة دائمًا ما معقول على كل برنامج جديد بدي اعمله بدي ارجع بدي ارجع اسالك اليوم لانه كل فتره وفتره يعني تختبرين تاثير الحجاب على مسيرتك الفنيه اكثر واكثر لانه بين اخر مره استضفتك وهالمره هل هناك فرص خسرتيها بسبب الحجاب مثلا هي ما بدي اقول فرص هي اشياء شوف. ما كانت من نصيبي يعني خبريني اكثر واكثر يعني يعني, يعني انت اليوم من بعد صار لك بالفن 2015 يعني رسميا 8 سنين لا رسميا انا صار عم بشتغل يعني اول البوم اطلقته بال 2018 انا من بعديها بلشت اوكي أشتغل بس اول مره ظهرت من اول مره استضفتني فيها <applause> بس اول مره ظهرتي على العالم بال2000 واحنا خلصنا نهايه ال2015 يعني كان اول يوم بال2016 يعني صار ثمان سنين سبت. من بعد ثمان سنين خبره خبره فنانه محجبه بعالم الفن اليوم اذا بتطلعي على الكاميرا وبتشوفي بتقولي لمحجبه صوتها حلو بتقولي لها تخلي بالفن ولا شو بدك بهالشغله بصراحه من بعد عصاره التجربه هيدي صعبه كثير هيدي بتتطلع وبتقولي الحقيقه نداء <applause> لا بقولها فكري كثير منيح لانه اذا هي ما عندها هذا الثبات الداخلي تتعب آه رح تتعب وما حتكفي فيه شو <applause> الثبات ما حتكفي بالحجاب ولا ما حتكفي بالفن بتصير هي ممكن حتت... حتختار و... وهذا الاشي ما في خيار انا من الاساس دخلت على الفن وما في خيار بالموضوع يعني انا بترك الفن قبل ما اترك اي شيء بحياتي اوف يعني انت اليوم يعني انت اليوم حطيتي مش حطيتي فكرتي براسك يوما ما اكيد طبعا انه تقولي حقتني مجبوره نقي بين الفن والحجاب رح نقي الحجاب اذا فرض طبعاً. علي هذا إيه الموضوع طبعا وإلى حد ما أنت وعم بحد من هذا الموضوع يعني شوف أحكي لك على شغله هو أكيد بياخد من انتشار الشخص م. وبيأخذ من تواجده بي بي لأنه معظم الحفلات أنا ما بتواجد فيها حسب ما هي الحفلة لازم تكون تتناسب مع شكلي وطريقة غنائي إذا فيها كحول ما بتغني فيها لا طبعًا فكثير أشياء أنا بحطها بال بال يعني بحاول أقيسها يعني إذا هي مناسبة لإلي ولا لا ف... فاذا اذا عم بقدر اضمن مجرد ما تقولي اذا في كحول ما بغني يعني انت ثلاث ارباع الحفلات منا مناسبه إليك بالضبط يعني بتكون مهرجانات آآ آآ سيتد يعني قاعدين العالم بالضبط يعني بتكون مسارح بالضبط او حفلات اللي هي ملتزمه او الحفلات النسائيه او هيك يعني الحفلات اللي... وفي كثير منهم ها؟ اه يعني في الحمد لله بنسبه منيحه واللي برضى بعيش يعني خلي بالك <تصفيق> <تصفيق> يعني القناعه كنز يعني زي ما بقولوها انا قنوعه بهذا الشيء ولا عندي استعداد اللي ما عنده القناعه وما عنده الثبات الداخلي ومحجبه يا فنانه ما تفوتي لانه حتضطري تختاري بين الحجاب ما هذا اللي عم بنشوفه لانه كله هلا عم بشيل للاسف يقال انك تلقيت عرض من احد رجال الاعمال بيدعمك فنيا بشكل كامل بشرط الاستمرار بارتداء الحجاب اه هذا زمان هذا اول ما طلعت من البرنامج <applause> وما كان عندي انا صراحه يعني هو وصل لكل الناس هذا العرض وعندي ما وصل يعني انا ما انا سمعت عنه بس ما صار وصل لكل الناس ما هو هيك هيك بالفعل شكله وصل لي اخبار عن حالك يعني انت ما بتعرفها بس انه مثلا اقول لك ما بيجينا حفلات كبيره ما بيجينا اشياء بيكون هو فيها مش بس على موضوع يعني خلينا نقول التفاصيل اللي موجوده بالحفله هل اليوم الفنان لازم يقرر هو كيف بده يعني كيف بده يشوف حاله بعد خمس او عشر سنين انا اليوم حاطه مثلا لحالي وقت معين ابطل فيه بالفن أي متى؟ ماشي ما بعرف بس يعني مش كتير بعيد أنت حطة مش كتير بعيد لا اوف شي كم سنه وخلص فانا حاطه لا 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 وبعدين شو بدك تعملي <applause> بتكوني عامله كتير مصاري لتقدري تعملي شيء ثاني <applause> ما بعرف يعني بصرف النظر بس انا يعني الفكره اللي عم بفكر فيها انه انا مش سوري كي... سوري في اسال سؤالي انت عم تفكري تشتغلي لوقت معين بعدين مثلا تتجوزي وتعملي عائله وتت... هيك؟ هي هذا الشيء اللي انا عم بفكر فيه اكيد طبعا لانه مش مش عارف اوازن ما بين انه فكره يعني انت انت متخيله اذا انت كنت بعدك عم, ت... عم ت... بعدك عم تغني وتجوزتي وجبتي اولاد حب... ما بعرف اوازن شو عرفك؟ ما هيك بحس سوري نانسي عجم مجوزه عندها اولاد في في كثير نوال الزربه تجوزت وجابت اولاد مش عارفه يعني انا كيف؟ كل حدا وكل وزد... حدا وشخصيته نانسي مثلا بالذات نانسي <applause> مثال جيد لانه موازنه بين العائله والفن وما فيك تقولي انه نانسي اهملت اهملت فنا كرمال عائلته وما فيك تقولي العكس ميريام فارس كمان هلا كل حدا <applause> كل حدا وتجربته مش عارفه مش يعني عارفه بركي تكون تجربتك مثل تجربتهم تقدر توازني شو لا بالنهايه انا كمان برضه بدي اطلع يعني انا مش كثير يعني خلينا نقول مش كتير سعيدة بالوسط الفني يعني خلينا يسرق الراحة يعني هو كتير اعترافات اليوم اليوم حتى ما عم بعمل ما عم بعمل مجهود لأخذ منك اعترافات خليك تضلك تفكر قد ايه مرتاح انت من, من مية بالف بالوسط؟ مش كتير <applause> <applause> طلع كيف انا باخذ منك سكوبات هلا 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 انا ليش منك مرتاح انت بتعرفي مزبوط هلا بعدين رح نحكي عن بس سؤال انا عن جد بسمعك حق يسرق يسرق الراحه بسرق الراحه وبسرق وقت من عمرك وبسرق كثير اشياء يعني انا احيانا لما تخسر حدا ولما تخسر حدا من اللي حواليك بتقول يا ريتني قعدت معه اكثر يا ريتني سمعته اكثر يا ريت قد الحياه قصيره وبتاخذ البني ادم وعلى الشيء <applause> انا بكل المقابلات اللي طلعت فيهم اليوم عم بقول انه انا عم بقعد قليل مع عائلتي مع امي وبيي بقعد قليل صح مع اخواتي بقعد والإنسان قليل والانسان مو ضامن العمر ومش ضامن الحياه يعني احيانا احنا بنطلع اللي حوالينا بنفكرهم ضمانات امم بس... انهم باقيين طول العمر اه بس ما بنعرف الحياه كيف بتسرقهم منا <applause> اليوم بتقولي بشكر ربي انه انا تخرجت سنه 2015 لانه اليوم الفنانين اللي عم يطلعوا على التيك توك والفنانين اللي عم بيعملوا ترندات على 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 السوشيال ميديا اكثر بكثير من الفن انجح بكثير صراحه من, الناس من الفنانين, الفنانين, اللي عم بيطلعوا على البرامج المواهب يعني <applause> الفنانين اللي عم يطلعوا برامج مواهب اذا ما رجع عمل مجهود على تيك توك ورجع عمل مجهود على انستغرام بتنسى العالم بيطلع محله يعني اليوم خلينا نشوف نكون اعطيك صار... اسامي يعني اليوم الشامي اليوم فنان مثل الشامي عم بحقق ارقام هائله على يوتيوب، هذا ابن السوشيال ميديا، هذا طلع على السوشيال ميديا صوت آه. رائع، اداء رائع، طلع على السوشيال ميديا ما عايز ولا برنامج بس ما كثير في ناس هشام طلعت في برامج لما ما كانش حتى في تلفزيون وما كان يعني ما كان حتى في سوشيال ميديا وكذا وما حققوا هذا النجاح اللي خلينا نقول الكبير لا هي هي الموضوع هي شو الموضوع شو؟ اجتهاد يعرف يختار اغاني توصل للناس ينتشر يعني يفكر كيف مثلاً بده يعني ما يستهين باي جمهور انت قد ايه السوشيال ميديا ساعدتك للاستمرار من بعد ما تخرجتي لانه خليني احكي اكون صريح اليوم كثير اغاني لإلك لإلك ومش لأ مغنيتين لغيرك عاملين صح. عاملين ترندات يعني انت اليوم سلم لي عليه لإلي لسه قد جايبه <applause> كثير <applause> 12 حيت غنيتيها معي بحلقه رسني مع زياد برجي وكان المقطع الكبير لإلك آه. اه ولا ولا احمد سعد كمان دائما أه دائما حتى يعني عليك عيون بحب كثير اغني لل للفنانين الباقيين بحب اغني يعني خلص انا بحس المغنيه مجرد يعني هذيك اليوم في وحده عامله اغنيتي بس يقبرني عامله لها كفر وعامله لها فيديو كليب حتى فبقول ريحتني من الكليب ريحتني فبقولوا لي بقولوا لي تضايقتي قلت لهم لا الاغنيه مجرد ما غناها الفنان بطلت له اوف معلش انا حره بدي اغنيها اوف <applause> انا اسفه من كل الفنانين يعني انا عندي اغنيه يعني عامله تقريبا لهلا شيء اكثر من 36 40 اغنيه اوكي بالهاد عملت البوم غني فلسطيني البوم بعد عطرك البوم ثاني عملت البوم زفات عملت يعني عامله شيء اغاني وغير الاغاني العشرة 10 مثلا اشياء يعني في رصيدي يمكن بجوز يعني اكثر من 40 اغنيه بس مع ذلك بحب اذا بسمع اغنيه حلوه بحب اغنيها في فنانين ما عندهم هاي الروح أه لا ليش اغني لفلان ما ما عندي استعداد طب انت عم تقولي انه انت مبسوطه كثير تحب تغني لغيرك هن عم بينبسطوا يعني في ناس عم تتضايق بلا لا بتضايقوا مين تضايق سميت لك يا هون آه لا لا ما لسا لي لا لا <تصفيق> لا لا <تصفيق> كثير بحبها انا إليستا. هي بتحبي... انت بتحبيها ما حدا قال انت ما بتحبيها <applause> عم بقول لك عم بقول لك هي تضايقت هي ما بعرف يعني لا ما بعرف ما وصلني بس انه ما بعرف يعني ما بعرف اذا هي رح تنبسط انه الغنية بصوتك تجيبها قد تجيبها قد بس عم بحطوه على الراديو، سلم لي عليه بحطوه على الراديو بصوتك <applause> بس يعني هذا شيء شيء حلو يعني والله شيء حلو؟ مش حتوقعني يا هشام لا ما رح وقعك بس انه بس عم بقول بس انه <applause> شو حلو لا لا بحبها يمكن بحبها وانا دائما بقول اليسا يعني عملت آم آم عملت سي في ما في زيه بصراحه أك... لحظه اليسا انا ما بقول انه انت خلينا نكون صريحين ما بقول اقول لك على شغله نجوميتك تضاهي نجومية اليسا بس عم بحكي بهي الغنيه بالذات جبت ارقام هائله لدرجه صاروا الراديوات وال... 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 بحطوها بصوتك صح سلم لي عليه إيه, إيه هالشيء رح يبسطها هاي السؤال بعد وكل السؤال ما بعرف إزاي هي مبسوطه ولا لا بنسالها احمد سعد انبسط احمد سعد اه و... احمد سعد قال لي... احمد سعد بس شكه. قال لي غني لي دائما اغنيه ايه قال لي لا قال لي قال لي ايه يعني ده كل ما تغني لي حاجه تغنيها احلى مني ما ينفعش كده هيك ما احلاه هو مش يعني هيك مش هيك, هيك, هيك ما قال لك ما بقى تغني لي غنيه آه <applause> بيمزحوا وين تلاقيتي فيه؟ بس هو كثير لطيف، كنا باحتفالات نصر كتو... نصر 6 اكتوبر السنه م. اللي فاتت دائما بتندايق تن... على اعياد وطنيه اه قدام م. سياده الرئيس وغنينا كنا مدلي كامل غنيناه مع فنانين كثير كبار طيب انت بي... 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 بتعملي حفلات بالاردن بتعملي تذاكر سعرها واطي ما هيك؟ اه سعرها قليل ليه بالاردن بالذات بتعملي هالسالفه؟ خلي كل الناس تحضر خلي الشعب يعيش مش برايك لازم كل فنان بيعمل هيك ببلد، لازم كل فنان يعمل هيك ببلده؟ طبعا أنا لو علي بدخلهم ببلاش بس؟ أنا كأردنية لهم حق علي ينبسطوا ويشوفوني وهيك وأغني لهم بدون مصاري يعني مم لو علينا احنا يعني مم فل... أنت عايشة نداء بالأردن كل الوقت؟ عايشة بالأردن كل الوقت بس بتجي على لبنان كثير؟ بجي على لبنان كثير عندك أصدقاء بالوسط ولا لأ؟ بالوسط الفني؟ لا قليل كثير وب... وبرات الوسط؟ برات الوسط لأ كثير عندك كثير مرق الطريق أنا جراتي أكل... والله العظيم أنا ب... تلاقيني طيب بعمل صبحيه مع عشرين حدا اه هالقد <applause> بحب الناس اه بتشتاقي لماضيك كمدرسه؟ آه لا بعدهم طلابي بشوفهم وهيك انت عملتي مع, مع انت عملتي مع اطفال اصحاب احتياجات خاصه ايوه بالظبط هيدا اختصاصك بالذات آه. شو كان شو اهم درس اليوم بتحرصي تعلميه للاطفال اذا اذا قلت من بعد تجربتك بالحياه؟ ايه يتقبلوا الاخر بصراحه لانه احنا يعني انا اطفال اللي درستهم كانوا بس بنقصهم انه الناس تتقبلهم بشكل كامل اللي هم من فئه ذوي الهمم وكمان برضو انا هلا يعني سفيره للاطفال الايتام بالاردن وهيك برضو هم عم بيعانوا من عدم التقبل فلازم انت سفيره للاطفال الايتام بالاردن اطلقت و... مبادره نداء الامل عام 2016 اللي بتهدف الى مساعده ذوي الاحتياجات الخاصه ونقيك الاتحاد الاوروبي لتكون جزء من حمله تحمل اسم ما تخبي وجعك لمناهضه العنف ضد المراه وزواج القاصرات والفتيات دور الرعايه اللاحقه للايتام فوق سن ال تعنيف الاطفال تعنيف السي <applause> شو بدك كل <applause> كل الحملات عملتها يعني انا تقريبا شاركت 12 حمله تمام آه. وكنت سفير يعني سفيره ل... من المنظمات اشتغلت معاهم <applause> وكله بخص المراه يعني أنا ضد الرجل تمام <applause> انه هيك من 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 يعني شو بيقولوا من لا بركي عريس المستقبل عم بتطلع نحن مع الرجل وحقوقه <applause> عريس المستقبل <applause> شو شو مواصفاته؟ يكون رجل يا اخي ويريحنا لا 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 يكون ليش ليش زلمة. الرجال قليله؟ طبعا ليه عادة الست لما تطلع من بيتها وتشتغل وتدق راسها براس الزلمه عاد تحكي لي في حدا اهم من الثاني خلص إف ليه مهمين لا اثنين مهمين بس انت عم تقولي بدك يكون رجل انت عم بسال الرجال يعني يكون سند وقليله. يعني يكون سند مثلا م. يحس يعني هيك يحسس الست انه هي يعني في حدا مسؤول عنها وحدا هيك عرفت كيف؟ م. اليوم ما كثير قليل تلاقي هذا الشيء كتابه والتلحين كمان موهبتين عندك هون بتبلشي تكتبي بعد الساعه تنتين بعد نص ليل شو السبب؟ <applause> صح شو السبب؟ مش عارفه كل الافكار السيئه بت... ايه؟ <applause> 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 بالأفكار السيئة بتجيكي بعد لا 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 والله أنا بحس إنه إذا في عندي مثلا شيء بدي أنتِ أصلاً بتحبي تكتبي فرح أكتر ولا حزن أكتر؟ اه هلا أنا لو علي بكتب حزن أكتر بس أنا إيدي ما بتكتب إلا الفرح أوف بس أنتِ لو عليكي بكتب الحزن جواتك حزن أكيد يعني جواتك حدا جواتك حزن أكتر دمعتك سخية؟ لا دمعتك ما بتنزل لا السهول. أبداً مش بس بتكتبي أغاني كتبتي كتاب تحت عنوان في روحي نداء صح كتاب خالص مخلص اه كتبت نزلت شو النداء اللي بتحب اليوم شو النداء اللي بتندهو نداء كيف اللعب النداء التي تندهن هي كل المشاعر اللي الاشخاص ما بيقدروا يعبروا عنها يعني بحب احكي عنها وهيك فكتبتها بهذا الكتاب و... وبس باي ذا واي كتبت اغنيه لرامي عياش انا يا حبيب القلب ولحنت للاستاذ الكبير محمد عبده فنان العربي سوق عكاظ وعندي هلا تعاونات مع فنانين ثانيين، انا حدا ما بعرف أعرض شغله بس تمام رح تصير كتابة وتلحين أكثر مش كثير بحب أعرض شغلي هشام يعني ما م. ما بيطلع معي إنه مثلا أبعت أغلق. معقول معقول تختفي نداء المطربة اللي صالح نداء الكاتبة والملحنة؟ لا بختفي كل ما مع بعض <applause> 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 قنبلة التفاؤل قنبلة تفاؤل نداء لا ممكن ما أغيب عن السوشيال ميديا بس ممكن أغيب فنيا بس آه. رح أضلني بالسوشيال ميديا أنا حدا يعني بتخصصي وبهذا فيني اعمل كثير واساعد كثير اشخاص بالاضافه للكتابه والتلحين عرض عليك التمثيل اه شو في اعمال بالضبط انعرضت عليك ايه انعرض علي مسرحيه انعرض علي مسلسل كوميدي بالخليج كمان وانعرض علي مسلسل بدوي وانعرض علي شيء كمان كان بمصر بتتابع مسلسلات كريستال طبعا هلا عم تابع كريستال ونجوم الما بتنطال آه آه انا كتبت على حبي مروان خوري انت حتى انا كتبت على الموسيقى التصويريه تاعت المسلسل هلا بنسمعك شيء بس انا بدي اقول شي كتبتي؟ انا نفش قلبي بهذا المسلسل ليه؟ لانه باميلا الكيك واخيرا اخذت حقها اه بتحبيها وكنت حاسه مش انا حقها. من ايام ما كانت عم بتمثل بجذور واحكي هاي الانسانه رح يجي يوم مم. وتاخذ حقها سامعيني شو كتب كتبتي على الموسيقى التصويريه مش مش التيتر على الغنية اللي بالنص اللي اللي بتيجي بين المشاهد وهم عم يغنوا آه نانة نانة كيف هي؟ سامعيني جواتي شي غريب ومش معقول بس شي اكتر من حب وانت قريب بحس كل شي عم بيقول بحبك شو طمنت هالقلب آه. قلبي قبلك شو شاف اول مره ما بخاف بمشي معاك كل الدرب شي غيرني وخلى عيوني احلى شي اخذني من هالدني كلا احساس طيرني وما في احلى منه على قلبي صار اه كتبت اغنيه كامله اي يعني حبيت الموسيقى فكتبت بس ده. بدك نقول لك ونجوم بطنطال بتلمع مثل تل حب كريستال بالضوء تندهل مش حافظه كثير يعني بس بدي اقول على فكره حتى ستيفاني انا تفاجات فيها ايه ستيفاني يعني على فكره بعثت لهم لهم كلهم بس انا قلت باميلا لازم اقول عنها في البرنامج ايه طيب آه 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 الملفت للنظر آه نداء انه بالعرس الضخم الذي اقامه الملك عبدالله الله والملكه رانيا لزفاف ولي العهد الاردني الامير حسين بن عبد الله بس خلصتي وصلتك حضنتك الملكه كنت من بين القلائل اللي حضنتهم الملكه وقدمتك لتصافح الملك خبرينا عن شعورك بهي اللحظات والله الشعور لا يوصف، وأنا كتبت عنه بتحبيها للملكة؟ كثير كثير بحبها وهيك يعني بحس إنه بحسها هي بتحبني من قلبها كمان م. وحسيت إنه هذا حلو التقدير، أنا بعد عمر صغير يعني رسمياً صلي بغني يعني خلينا نقول سبع سنوات مثلاً إنه بهذا عمري الصغير وبهذا خلينا نقول المسيرة الفنية القصيرة يعني م. إنه أنا أتقدر بهاي الطريقة هذا الشيء كثير حلو حسيتها يعني هيك نقلت روحي لمكان ثاني تحيه للملكه رانيا وتحيه للملك, للملك عبدالله أه بدك تاخذينا على البريك بغنيه انت نائية بدك انت معوده تغني لغيرك اذا بدك تسر اغنيه من حدا ثاني اي طبعا الف طلب زي هالطلب شو بدك استحلف هي بطلت ملكه انت بتحبي كثير يسلم لي اللي بيغار لمروان خوري اه بتجنن وبتحبي كمان لجوزيف عطيه تعب الشوق تعب الشوق شو عم لك ختمي بوحده منهم يلا تعب الشوق يلا تعب الشوق يلا تعب الشوق سلم يا حب على غاب عني وراح إلو ما نسيت حبه نهار لا ما نسيت إلو هالقلب بعده صار كله جراح مهما إيه قسى أنا ما قدرت يوم قسيت نداء شرارة عودة لحلقة المزح نص جد بالفقرة الثانية وهلا من بعد بحكينا جد بأول فقرة للي للي ما حضر الحلقة يفوت يعمل لايك اند سبسكرايب على تشانل اليوتيوب قناة الآن ويحضر الحلقة مع نداء إلنا كان في شوية جد بأول فقرة هلا مطلوب منك عن جد يعني مزح بقلبه جد شو رأيك؟ مطلوب منك عن جد أبو الناج أنت حدا بحب بطنه بتحب الاكل يعني لا مش كثير اه بلا بس هيك بس ما في بس ما في اكلات ما بتاكليها ما هيك بلا في مثل شو ما دي. شو جايبين لي مثل شو فوت فوت حاطين لي كذا نوع اكل مخبص فوق بعضه لانه فكرنا انه ما عندك ولا نوع اكل ما بتحبيه يعني هيدا باميه فوق آه فاصوليا فوق آه كفته فوق باذنجان فوق كله مخبص مع بعضه اه لا بس يعني هم هاي الخبيصه يعني يعني فيها اشياء انا باكلها مش آه مشكله اه مش مشكله <applause> يعني انطرقنا يعني بفهم لا لا مش كثير <applause> يعني شو يعني يعني, بعمل يعني ايش هذا ايش هذا ايش فيه يعني هون مثلا لحم هون بتنجان, بتنجان يا, يا بي هون باميه بحب الباميه <applause> طيب ايش ايش بتنجان بتحب <applause> طب هذا تحدي هذا تحدي اه ايش إيه؟ ايش المقابل ما عم <applause> بدي اسالك سؤال وإذا ما جاوبت عليه بدك تاكلي إن شاء الله أجل. أوكي يلا أول 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 سؤال لمين من هالنجمات مستحيل تغني إذا طلبت منك هلا طلب نوال الزغبي شيرين نجوى كرام ننسي عجرم لا بغني لهم كلهم لا لمين ما بدي غني ما في حدا بغني لك الا الكل والله بغني لهم كلهم لمين هلا اذا بطلب طيب انا حل أكتر اكثر واحد اقل صفي لي يوم من اقل وحده بتحب تغني آه لها اذا انا يعني مين بغني شيرين لا اقل وحده بتحب تغني لها ايه لا اكثر وحده بتحب تغني لها اقل شيء بحب اغني لها إيه لا بلش من اكثر لا بلش اكثر لا, لا شيرين نانسي نجوى نوال ما بتحب تغني لها نوال لا بحب اغني لها بس, بس يعني, يعني نوال لا لا بتقعد على نوال لا والله ابدا انت انت قلت قلت بالعكس انت اجا قلدي لي اياها تذكري وقت معي بس قلدي لي اياها انت بتصيبي بس بليز بس, بس لا 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 بس بغني لها بنغني لها لك شوي بس لها شوي لا والله شو بدنا نغني لها لا لا نوال بس بس, 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 بس يا الله هشام بس قلدي لي اياها ثلاث ثواني بس عشر لا والله عشر ثواني والله بليز بغني لها هي اول وحده اول واحدة, واحدة بغني لها خلص عرفنا انه اقل وحده بتحبيها بس بس لا لا حرام والله العظيم حرام بعرف حرام بس 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 قلدي لي اياها عشر ثواني شو رايك بالباذنجان؟ كتير تحب <البتنجان> ولا باميه تحب الباميه طب <تحب> بغني <البيمية> <تحب> لها <البيمية> لا بس قلدي لي انا ك... والله العظيم شوي قلدي لي بس بليز ثلاث دقائق ثلاث ثواني ما بدي غني لها شو عم <applause> تعملي <applause> مثل مثل لا لا خلينا عن جد والله بنغني. بليز ولا بليز <applause> بق... ولا ما هلا يعني العالم رح تاخذ هاي ال... <applause> ليش ما رح تاخذ شيء ما كلهم معي بس اعملي لنا بس نوال عم بقول لك شو شو غنينا لها احنا؟ لا على دلعونا مثلا اه, <applause> آه شو بدنا شو قلنا احنا على دلعونا غني لي شوي ما هي مش كل شيء انا بعرف اه فهمت عليك حسب في اشياء بتكون من دم على... عليك دمع الندم غالي إيه ايش كانت هي؟ اه كنت فنيا يا شاغل <applause> بس كثير بحبها <applause> بعرف حبيبي والله كثير بحبها بعرف مبين بس حتى نانسي عجدا بتحبيها؟ والله <applause> بغني لها نانسي ثلاث ثواني ما بعرف اقلد نانسي كيف؟ والله العظيم ما بعرف اقلد نانسي نجوى كرم بتعرفي؟ نجوى كرم بنغني لها إيه لا شو؟ نغني لها لا غني لي لشيرين يا شيرين يلا طبعا كل من سالك كلامك اكبر ايه الجمال ده زمطنا من الاكل ايه الجمال ده ده زمطتي من البتنجان هلا انا لا اكون معاك صريحه يعني ليه لما... ما بتاكليه آه ما كل ما بحبه انا بس آه لمحت عين البيتنجان لاني بحب الباذنجان فقلت يعني أخوان علي الباميه الباميه بحبها بس هيك لا يعني شو هذا ايش هذا <applause> ما كيف بتحبيها اذا ما بتحبيها كيف بتحبيها نيه آه لا بحب يا الله شو دخل نيه شو كيف اي خبصة هيك بحبها آه، أوكي. لحالها ثاني ثاني سؤال بعد اطلاقك ديو 100 باب مع الفنان العراقي مصطفى الرباعي مع مين من هالنجوم ما بتقدمي ديو جورج وستوف عمرو دياب عبد الله الرويشد قاسم الساهر وائل و كفوري اي كلهم بحب اغني معاهم شو <applause> اكثر واحد من الاكثر للاقل إيه انت قصدك عريس ولا لا عريس <applause> عريس ولا ديو لا ديو ديو ارتب لك يوم كعرسان كابر ارتب يوم كعرسان <applause> كاظم وائل عمر جورج عبد الله عبد <applause> يعني الخليجي باللهجات تي اخر شيء وعبد الله لا رواشد والله العظيم لا حطيتيهم اخر شيء عبد الله الواشد اول شيء بس لا لانه يعني, حسيت خاز. انه آه. اذا هلا قلت لك غني لي لحدا منه لمين بتغني؟ بنغني لعبد الله الواشد لا لا غني لي لوائل عبالي انا انا في اغنيه لوائل كثير بحبها قلبي وشو بدي قله <applause> يلا انا عن جد كثير بحبها اه فيك تغني لي اياها؟ <applause> يلا <تصفيق> لعيونك قلبي وشو بدي إلو تعبان وشو بعملو ما عندي دواء <applause> قلبي وشو بدي إلو تعبان وشو بعملو ما عندي <applause> حدا اه كتير كتير كثير بنعقد الغنيه عن جد هو اصلا وائل وائل قصه كبيره طبعا طيب لمين من نجوم لجنه التحكيم برنامج ذا فويس مش ممكن تكتب غنيه ابدا لا إلو؟ ايه ممنوع يعني ما ما معقول ما ما تكتب له غنيه خازم الساهر عاصي الحلاني صابر الرباعي شيرين عبد الوهاب اه لا يعني كلهم بحب لمين ما حتغني لمين ما حتكتب بحياتك بليز طفوا الكاميرا <تصفيق> 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 الغي رحلتك ليه هيك ليه هيك بيعملوا معك ليش ما هيك البرنامج ليه هيك بيعملوا شو بس هيك ينحب بليز خلص <applause> انا رح اقوم باميه <applause> <applause> لا لا لكن شو آه بحس شوية استاذ عاصي يعني ليه ما بتحبيه؟ لا يا علينا لا شو شو بحبه كثير ليه ما بتكتبي له؟ كلهم بحبهم، بس يعني بحس انه لاني بكتب فصحى استاذ كاظم بكتب مصري بكتب هذا بس ما, يعني. ما بتكتبي حلاني لا لا يعني بحس انه ال ال حقد في حقد معك حقد بتحس في حقد <applause> في حد اكثر لا لا ستايل الغ لا كثير بحبه استاذ عاصي مم. آه الله يعطيه الصحه والله جمع. مين من هالنجوم اللي تخرجوا من برامج الهواة يعني يعني لحد هلا انت لكن نوال ما بتحبيها عاصي الحليم لا والله العظيم ما بتحب اللبنانيه انت ما بتحب اللبنانية, <applause> اللبنانيه لكن بتفترق اللبنانية ضلي ساعه بحكي عن يارو وبحكي طيب مين من هالنجوم اللي تخرجوا من برامج هواة ما بيلفتك صوته بتلاقي انه ما كان بيستحق النجوميه من زين ديانا كرازون رحمه رياض شادى حسون جوزيف عطيه ونصيف زيتون هلا خليني احكي قد ايه بحب رحمه بتحبي رحمه كثير بعشقها حبيبتي هاي اصحاب انت وياها؟ اه وهي كثير حدا لكن رحمه بتحبيها آه كلهم بحبهم صراحه آه بس يمكن انا شوي بعيد عن شدا حسون بتلاقيها ما بتستحق لا مش ما بتستحق يا الله مش ما بتستحق ما بعرفها كريهة. شو لا ما بعرف يعني انا وياها ما بحياتنا التقينا او هيك يعني آه فدغري لانه بحياتك التقيتيها شلتيها من ليسته النجوميه لا يعني شوي بحس انه هي بعيده لا يعني بحس انه مثلا ما خرج <applause> <applause> شو 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 يا الله ليش هيك انت بتعمل فيي ايه <applause> <applause> انا اريد اقول كلمه قولي انت حريتي ايش بيك ايش <applause> بيك يا اخي أنا يعني كلش احبها كلش زينه هي هلا أه اذا حكيتي عراقي رح نرضى عنك يعني راح رح ترضى عليك اذا حكيتي لي عراقي يعني هذا حسون <applause> <تصفيق> <تصفيق> ما راح معي رأيي، قلتي انه بتحبيها، شو حسون؟ <applause> راحة ما بحبها بشكل شخصي، مبسوطة بنجاحها بصراحة بتتمنى تكون عندك الكوكب تبعك، يعني خليني أقول إنه الكوكب أغنية زي أغنية كيف الكوكب, الكوكب يعني أخدتها من محل لمحل أه ثاني أه هلا أه أنت عندك حبيتك بالثلاثة عندها فيها 130 مليون بالضبط. بس مش قد الكوكب خلينا نكون صريحين هي أه كأغنية الصراحة أنا خليني أقول يعني رحمه كشخص يعني هي تستحق هاي النجومية واحنا بهذا بالعالم العربي مع تشابه الوجوه خلينا نقول وهذا هي تشابه الوجوه قصدك شو من ناحيه الجمال يعني؟ يعني من ناحيه كثير اشياء يعني صاروا الفنانات بيشبهوا بعضهم؟ يعني تقريبا اه بيشبهوا بعضهم بالعمليات عم تحكي عمليات تجميل لا مش قصدي يعني حتى داخليا بيشبهوا بعضنا هي بيشبهوا بعضهم بس هي تميزة؟ هي مختلفة اه هي مختلفة هاي سر الفنان هون بيتميز الفنان بيختلف يختلف بالضبط عندها لما يختلف عن السائد يعني يوم نصيف زيتون مختلف عن السائد ملحم زين مختلف عن السائد عندها كاريزما خلينا نقول مختلفة وانا دائما بقولها انتي خلينا نحكي نجمه هذا الجيل اوه استهل. هالقد اه بتستاهل عند النساء نجمه الجيل هي رح رياض هلا الجيل الحالي خلينا نقول اللي هو تبع العشرينات والثلاثينات خلينا على فكرة ما فينا نتعدى الوحيد اللي موجهتي لها تحيه ولا جبت سيرتها هي بنت بلدك أنا يعني يعني كرزون, كرزون فنانه كبيره طبعا آه. فنان كبيره لو ما انا ذكرك انت فيها لو ما انا اذكرك لا لو ما انا اقول انت 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 كنت لو ما انا اقول لو ما انا ذكرك فيها رح نروح على على البيت يا الله انت جاي تخرب لي بيتي بهالمقابله لا, لا على لحظه شوي على لحظه كنت رح تدقي لي اليوم بالليل تقولي لي بالليل على التليفون والله ديانا كارزون فنانه كبيره اليوم على التليفون بس لاني نسيت اولى بالحلقه لا لا بدك اقول عنهم كل حدا لحال لا خلص مش الحال هلا خلص يا حبيبي لو بدك تقولي قلتي طيب لا لا بصوت واغاني مين بصوت واغاني مين بعطيني فرصه احكي انت بترمي الفتاشه وبتتركني اعطيكي فرصه لسكتتي من اول الحلقه إيه ما انت بيعزركني ايه لا حول الله يا رب قال لو ما قلت لها ديانا قالت ايه وهي هي انت هلا انتبهت لها اه ديانا بلا هلا انتبهت لها لا بس عارف يعني مثلا هلا شبهت تشبهت عليها بالاول هلا هل لا يا الله ديانا بتحسها جيل اكبر من جيل رحمه تمام يعني هي الجيل اللي خلينا نقول ما اللي قبل انا شو انا صنفت لك اجيال انا حتى لك الست مع بعض لا بس انا لاني ليش بحكي لرحمه لانه رحمه من الجيل تبعي تمام او حتى هي قبليه بصراحه قبليه بكثير فهمت طيب بصوت اغاني مين من فنانات الزمن الجميل متاثره اكثر شيء فايزه احمد الس... فايزه احمد اه مش حاطط لك حطت انا سيدة فيروز وردة الجزائرية مجد الرومي أسمهان أم كلثوم أنا يعني ماي فيفورت بصراحة سيدة فيروز أنت عاملة عاملة غنية من عناوين أغنيات سيدة فيروز صح وعاملين قصة؟ عملتهم قصة أنا كتبت لحالي إياهم فيهم على البريك إذا من أكل شو اسمه البامية خذيني فيها على البريك هالغنية بس طبعا يعني كل ال هلا هوليك الله يعني شو بيقولوا الله يطول بعمر السيده ماجد الرومي بس يعني مش مش حتزعل منك اسماء انا اكثر شيء انا اكثر شيء انا اكثر شيء شي بغني على المسارح للسيده العظيمه ام كلثوم و والست ورده هلا الورث رح ينبسطوا منك والست ورد والست ورده <applause> لا ما احنا دائما بنغني في الاوبرا بنغني على دائما بنلتقي زقاستيني يا الله يسعد حسنيني <applause> خديني على البريك عيني بأغنية مكتوبة عيني أنا فيروز سيدة عيني استويت بيا هلا مين عم ترضي ما في حدا عراقي <applause> <applause> يلا خديني على البريك بعناوين سيدة فيروز <applause> كيفك انت يا حبيبي اللي انه رجعين بعدك على بالي على بالي يا طير اللي عندي حنين بكرة وانت جايب بتكون جايب لي سلام من عنده دخلك يا مرسال المراسيل من عز مطرح ما كتبنا اسامينا سالوني الناس شو صار فينا، نحن اللي سوا سوار بينا طلع لي البكي وما جاوبت بهالقهوه اللي كنا نتلاقى والوقت يمرو نطرتك بالصيف كتير رجعت الشتوي وما رجعت الله معك يا هوانا وين اللي حبوك شو باللون لا انت حبيبي سالتك حبيبي شو باللون بعد البريك عودة لحلقة المزح لسه جد الليلة على قناة الآن إذا ما لحق إذا ما لحقتوا تحضروا الحلقة سبسكرايب أند لايك على تشانل يوتيوب تحضروا الحلقة من أول وجديد هلا عم تمزح أكيد أبو الناج بتشارك بين تحديين او اذا ما بتعمليهم للتحديين ليك شو نعطيك فبتقولي السلم بتخافي من المرتفعات بدك تطلعي على الاخر لا كيف بدي اطلع هلا؟ أطلعين يا الله اطلع على الاخر يعني هيك يعني لا قوم بدك نجرب؟ لا لا يعني هون يعني ليك كيف بدك تطلع لهون؟ لا ما زبطوه بعده ليك بعده بيهز لهون ما في شيء بخوف اخر مرة اخر مره ما انا وقت ما ما زبط شو؟ اوكي عندك مشكل؟ تطلع لفوق ما تخافي اوكي يا أمه اول تحديا يا اما الله يرحمها أم كانت منيحه يا أمة <تصفيق> <تصفيق> يا الله ما احسنها كانت منيحه الله يرحمها بلشت تعزي خلص الله يرحمه بتقول لي بس وقع هذيك اليوم لا ما وقعت الضيفه ما عدنا حطينا لها الله يرحمها <applause> الله يرحمه ما عدنا حتى الحلقه راحت, راحت الحلقه ما بدنا ما بدنا يكسر شيء مشان ما تروح الحلقه دي عان شو المبلغ او الهديه yeah اللي تقاضيتيها لقاء غنائك بحفل ولي العهد بتقولي لنا شو المبلغ او الهديه اللي تقاضيتيهم؟ ما هو ما فينا نحكي بهي التفاصيل او او بتقلد النجمه اليسا او اذا ولا وحده منهم بتطلع على السلم لا بس ما هو ما فيناش نحكي إيه؟ عن العروس انا تركتك تركت لك منفذ هلا يلا فيك تقلد النجمه اليسا قد ايه هذا صعب في الواحد يطلع عليه؟ قومي جربي يلا قومي انا وياك على مهلك قومي يلا في قانون للعبه قومي قومي ما تخافي او بقلدها بجمله لا بتقال دي بدك لا قل... جملة جملة 15 سنة والله جملة 15 سنة آه ما تزعلي منا إلي لا ما هتزعل نعم. حرام السلم كلمة السلم بس, بس يعني أنا خايفة أوقع الصراحة أه لما نروح ونسافر حتة بعيدة كفي كفي بليز طب بليز آه هنغني كمان وكمان وهنرقص على الأحزان ويا دنيا جنان في جنان ويا دنيا جنان في جنان <applause> آه، لك هلا بصوتك نفس الغنية الله لما نروح ونسافر حتة بعيدة وما نروح لحاجة وحياة جديدة لحظة شوية لحظة شوية لازم شوية شوي كيف لسه عرفتها؟ بنداء ما عرفتها إيه؟ بإليستا اليسا عرفتيها عرفت آه الكلمات <applause> معنا لاني حدا لاني ها حافظتيها بصوت إليستا. آه هنغني كمان وكمان وهنرقص على الاحزان ويا دنيا جنان في جنان ويا دنيا جنان في جنان <applause> انا هلا خطرت براسي شغله عم بتشوفي عبير نعمه شو عم تعمل اغنيه جديده اه صراحه ديبعا. آه طيب عبير نعمه اخدي خط شوي بيشبه خطك يعني كونسرات ومسارح وا وا, وا, وا. وعم تعمل شغل كثير حلو ليه آه. ج... ليه ما جربتي مثلا قبل شوي قلت آه لي قلت لك عن الكوكب ليه ما جربتي علي صابر ليه ما جربتي نبيل خوري بعد ليه ما آه انا الصراحه نبيل نبيل اليوم نبيل اللي خوري... عم يعمل نجاحات كبيره نبيل خوري اه جربت آه يعني هلا بدي اجرب الصراحه اه عندي غريب أحكي. لا بدي احكي الصراحه اوكي انا أحب. بدي اكون انا محضر خير آه يا ريت كثير آه بحب حبيبي هيدا بس هلا انا عم بشتغل على على البوم ونزلت منه اول اغنيه اسمها معك هلا مكسره الدنيا طبعا يعني آه. آه ترند هلا بمصر أوكي. وبكل مكان بعد لا مصلها يعني اسبوع نازله جايبه 2 مليون يعني آه كثير ناجحه وعم بشتغل على اغنيه لبنانيه هلا هاي الاغنيه بس عن الفراق كثير بتحزن اوكي كتبتها عن خيي الصراحه الله يرحمه اه الله يرحمه وعندي بعد شيء كمان آه بعد شيء لبناني بصراحه انا انا الكتير انا شوي مقلب لبناني يلا بدنا اياكي اكثر اكثر باللبناني بين انك تكشفي لنا عن السبب الحقيقي وراء الخلاف الكبير بينك وبين الفنان المصري شيرين عبد الوهاب ما في خلاف ما لا في خلاف او بين انك تكشفي لنا شو الخلاف او بين انك تقلدي لنا هيفا وهبه او تطلع على السلم العالي لا لا ما في خلاف انا بس بدي اقول لك القصه صار في بيني وبينها سوء فهم واخر شيء شفتها بحفل شو كان سوء الفهم انتصارات 6 اكتوبر وقتيها بتذكر زمان قديم كثير هشام انت اوكي شو؟ قبل شي تقريبا ست سنين ايه شو صار؟ كان في مهرجان بلبنان وكان على اساس انه انا اكون معاها موجوده وبعدين صار انه هي نسيت وهيك نسيت ولا ما كان بدها تكوني موجوده؟ لا ما بعرف نسيت اكيد يعني نسيت شو نسيت؟ نسيت انه انا يعني انه هي قايلة لي عفوا لا انه هي قالت لي انه هي هذا وبعدين خلص انتهت القصه ورجعت شفتها بحفل انتصارات 6 اكتوبر بمصر شفتها وسلمت طبعا وصورنا فيديو و... <applause> طيب بين انك تخبرينا معلومه مهمه او موضوع مثير للجدل اكتشفتيه انت وببرنامج ذا فويس اوكي ذا أه فويس والله ما اكتشفت شيء <applause> ما اكتشفت شيء؟ لا أه قاعده عم تعملي جوا يعني كنت قاعده بغني وهيك و... أول مره بسافر بحياتي اول مره بروح على برنامج <تسكت> اول مره بحياتي والله اول مره كنت عم تتفتحي على الحياه اه هيك عم بتطلع هذه كانت اداء شراره بحلقه الليل من المزح نص كانت كثير مهضومه ما عملت التحديات جاوبت على كل الاسئله بتكره نوال الزغبي بتكره شذا <تسكت> حسون وبتكره عاصي الحلاني وما بتكتب لعبد وما بتحب عبد الله وما بتكتب لعزل الحلاني هول كنت اذا بدكم واقتربت من الاعتزال وعم تفتش على على عريس وعرضت الزواج على قاسم الساهر ووائل كفوري واحد منهم ما بيستير هول اذا بدكم عصاره حلقه اليوم فيكم تحطوها كعناوين على المقاطع اللي على السوشيال اه بتكره ديانا كرازون كمان نسينا اللي هي بنت بلدها اللي هي بنت بلدها بتكرهها كره العمى فاذا هول اذا بدكم العناوين هيدي كانت داء شراره هيدي اذا بدكم ريزومي او هذا كان هشام حداد ولا كلمة صح من اللي حكاهم لكن شو بدك تختمي لنا باي اغنيه لا يا بشرفك هاي عناوين لا يا خالتي ام محمد شو بتغني لنا اغنيه يا خالتي ام محمد دمرتني خديني هسه بدي اعتزل يلا خديني هلا بدك تعتزل خديني الحلقه بغنيه يلا لا والله بنحب الكل الله يوفق الكل بعرف يا حبيبي مبين الله يخلي الكل شو يعني شو يعني ده؟ يلا بدي اختم بغنية يلا شو بدنا نقول؟ إليك ولا لغيرك؟ يلا بنقول ومعاك يلا بدي اغني لك تنتين ومعاك وبدي اغني شيء انت بتحبه تنتين تشين يلا اوكي هغني لك حاجتين، واحدة بتاعتي والثانية حاجة انت حاببها قولي لي قولي لي هيك عايز ايه؟ قولي لي حغني لي قولي لي هغني لك حاجتين ايه؟ اغنية بتاعتي وحاجة أنت حاببها، عايز إيه؟ الاتنين الاتنين؟ الاتنين ما شاء الله يلا يا يلا يا ناجي او معاك دي الدنيا ريقه وضحكة لي ويا رزقي جالي واجمل غالي نورت دنيتي بيك نورت دنيتي بيك ولولاك ولا كان في حاجة تكبر خطري خليك قصدي علشان خطري خليني جنب عينيك خليني لا 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 آه، يسلم لي اللي بيغار ولا لا شو اللي يلا ايسلم لي اللي بيضل انت يلو. شو بتقولي شو اللي بتحبه يلا من اولى يسلم لي يسلم لي اللي بيضل معيشني باحلى جو هيك عم بروح يسلم لي اللي بيضل معيشني باحلى جو رغم الوضع الغريب أحكي بيقل نحنا منزل طبيعي هيك الناس اللي بيحبوا بس منعرف نسامح ما حدا بيترك بقلبه يسلم للي بغار وما شغل صغير مرة لو زعلوا ضلوا جمع بيرضى ببوسة وغمرة آه، شكرا شكرا Thank you. Thank you. <laughs>